أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه فتقرأهما في وقت يستغرق دقيقة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، أي في دبر كل صلاة، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فتقرأها وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربه شيطان، فتقرأها وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة حينما تعلم أن سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حينما تعلم أن من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، فتقولها وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة حينما تعلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وتقول ذلك وهي لا تستغرق إلا ثواني معدودة. أعظم دقيقة حينما تعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، وتقول ذلك وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير 10 مرات، كأنك اعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل، وتكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار، وتقولها وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال حين يسمع النداء أي الأذان، يقول بعد الأذان وبعد الترديد خلف المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتقولها وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة حينما تعلم أن من قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، تذهب عنك الهم وتقضي عنك الدين، وتقولها وهي لا تستغرق إلا ثواني معدودة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات تغفر ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف، وتقولها وهي لا تستغرق دقيقة. أعظم دقيقة عندما تعلم أن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات وهي من أعظم الأذكار ومن أكثرها أجرا، كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول ذلك وهي لا تستغرق إلا ثواني معدودة. أعظم دقيقة حقا عندما تعلم أن الدال على الخير كفاعله وتنشر هذا الخير للناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.